أيضا رفع أحد المساهمين في تسلا قضية على إيلون ماسك، وذلك بتهمة حصوله على رواتب وحوافز تجاوزت 56 مليار دولار، يعني مقارنة بعدد ساعات عمله. أيضا يحاول ريتشارد نوريتا المساهم السابق في تسلا أنه أيضا يعني يزيد من التهم على إيلون ماسك بأنه هو قام بتحييد مجلس الإدارة في عدة أمور، أبرزها عند الإعلان عن إلغاء تسلا قبولها لعملة البيتكوين، وأيضا على موضوع تفكير مجلس الإدارة بإعادة شراء ما يصل 10 مليارات دولار من الأسهم من أسهم الشركة. هذه جميعها كانت يعني قضايا يحاول تمريرها في محاكمة إيلون ماسك، التي يعني كان قد حضرها يوم أمس هذه المحاكمة. وأيضا يعني تشبه، أو هنا نحن يعني نقول بالمقارنة للمحاكمة السابقة التي حضرها إيلون ماسك وأجبر فيها على شراء منصة تويتر بمقابل 44 مليار دولار. طبعا مثل ما ذكرنا كمان يقوم يعني حاليا إيلون ماسك بإعادة هيكلة تويتر والبحث عن قائد جديد لهذه المنصة، يعني هو حسب قوله أنه سيكون خلال أسبوع يعني الجهوزية الكاملة لإعادة الهيكلة، ولكن إيجاد الشخص المناسب لإدارة تويتر ما زال يعني بحاجة لمزيد من الوقت. هذا الموضوع يعني أثار مخاوف المستثمرين، وخاصة بعد أنه جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لتويتر نفى أنه هو ممكن يعود لتقلد هذا المنصب في تويتر. إذن العديد من التفاصيل والأمور التي يتعرض لها حاليا إيلون ماسك بما يخص شركته الحالية تسلا وشركته الجديدة تويتر.